هلا نكمل بالموضوع اللي هو ما زال حديث الناس هدول اليومين، هو حرب الايرادات بين فيلم الديزل وفيلم البدله. يعني تابعنا من يومين تصريحات احمد السبكي عنا، واللي هي هاجم فيها وليد منصور منتج فيلم البدله بعد ما نشر بوست بلهجه حاده، لكن حده هي اللهجه خفت هاي اليومين، فشفنا محمد رمضان نشر تغريده قال فيها انه الحمد لله واللهم وفقنا جميعا، كلنا بنشتغل وبنتعب علشان نبسط جمهورنا، كل الاحترام والحب لزملائي اللي انا واحد من جمهورهم من قبل ما اكون ممثل. واليوم كمان وليد منصور بيحكي بنفس اللهجه. تراب المس فيلم حلو، الكويسين فيلم كويس، فيلم بتاع بني ادم فيلم حلو، انا عجبني، الديزل عجبني، شغل كريم السبكي جدا جدا عجباني، فيها نشيحه جدا. وبعد هالكلام البعض اعتبر انه الحرب على السوشيال ميديا خفت، خاصه لما رجع كتب وليد منصور هالبوست مبروك جمهور السينما والأفلام بدون ترتيب، لأن ده حقهم وحقنا وفي الآخر إحنا زمايل وصحاب. ولكن المفاجأة كانت أنه محمد رمضان رفع دعوة ضد وليد منصور للنائب العام واتهمه فيها بالسب والقذف، على خلفية الكلام اللي كان كتبه منصور بهالبوست واللي وصف فيه محمد رمضان بأنه شخص مريض وبأنه رمز للإسفاف. قريبا جدا هيكون في جلسة محددة لنظر الموضوع، ودي جريمة مكتملة الأركان، عقوبتها السجن ما يقلش عن 6 شهور، وفي غرامة وفي تعويض مدني. وترندينج سأل المحامي أحمد الجندي عن إمكانية الصلح بيناتهم وحل الموضوع بطريقة ودية. الأستاذ محمد رمضان هو الوحيد صاحب القرار في التنازل أو التصالح، لأن الإساءة تمت لشخص. ومع استمرار تضارب المعلومات حول الإيرادات، وليد منصور بيأكد أنه فيلم البدلة ما زال في الصدارة. عمري ما بقول إيراد من دماغي، بيبقى عندنا الستاف اللي بيشتغل معنا في تجميع الأرقام في السينمات، بنراجعها مع مسؤولي التوزيع، بتطلع الأرقام هي فبنقول ده الإيراد بتاعنا. المحترفين ما بيأمنوش طبنجات. فيلمك لو ناجح صدقني هيشتغل غصب عن التخيل.